خلينا نروح بقى لابو الاسكواش المصري حاليا ورئيس الاتحاد المصري الاستاذ عاصم اللي مشرفنا على الهاتف حاليا. اهلا بحضرتك يا فندم معانا ومشرفنا في تايم سبورتس وتحديدا تايم لايف. اهلا بيك اهلا بيك استاذ عاصم خليفه، طبعا سعداء بوجودك معانا. الله يخليك. خليني اقول لك الاسكواش المصري شعار، وهو ملوك اللعبه او ملوك الفراعنه ملوك الاسكواش، ده شعار مش من فراغ بناكده كل مره بضخ دماء جديده من اللاعبين عام تلو الاخر، تصنيف تلو الاخر بياتي فيه اللاعبين واللاعبات المصريات في صداره التصنيف. كلمنا عن ملوك الاسكواش ازاي نقدر نحافظ عليهم ويبقى عندنا ان شاء الله في حال دخول الاولمبياد ميداليه ذهبيه مضمونه من خلال بوابه الاسكواش. والله بص يعني انا اقول لك بصراحه اللي احنا فيه دوت برضو نتاج مش مجهود انا والاتحاد اللي انا برقصه وزملائي، لا مجهود اتحادات تانية برضو متعاقبه يعني حاولت انها برضو تضخ دماء جديده في السكواش. احنا يعني كان حظنا كويس، كان عندنا برضو قماشه كتيره قدرنا ان احنا نوظفها وقدرنا ان احنا نطلع اجيال كتيره اثناء تواجدنا في الاتحاد انا وزملائي. صحيح. القصه ان احنا ايه يعني بنسعى لاستراتيجيه معينه ان احنا يكون في تواصل للاجيال. تواصل الاجيال هو اللي بيخلي هذه الدماء دائما تتدفق لوجود اجيال جديده من اللاعبين بصفه مستمره. وده اللي احنا يعني بنتميز بيه دلوقتي وبنجني ثماره من سواء من اللي قبلينا او من اللي احنا عملناه خلال فتره عملنا في رئاسه اتحاد سكواش انا وزملائي. عايز اضيف لكم كمان يعني الجندي المجهول دائما وابدا مع نجوم السكواش هم اولياء الامور في ظل تسخير يعني الوقت كبير جدا. دول الناس اللي هم يجب ان نرفع لهم القبعه بالدرجه الاولى. صحيح. هي اولياء الامور هم الابطال الحقيقيين. هم الـ 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 الناس اللي هم بيبقى عندهم كل المجهود سواء البدني والمالي والتوقيت. صحيح. صحيح. الحاجات دي كلها هم بيحاولوا يوفروها. فكل ده الحقيقه يعني نقدر نقول ان هو مثلا بنسبه 60% الامر بيقع على اولياء. صحيح، سواء بقى تكلفه ماديه سواء وقت تنظيم وقت الاولاد ما بين دروس ما مع خاصه طبعًا. اللعبه دي زي ما حضرتك عارف وعايزين نوضح للساده المشاهدين هي بتعتمد بشكل كبير جدا على الاعتماد الشخصي للاعب فيه سواء بقى في السفريات الكتير او التدريب بتاعه. طبعا بالظبط. طيب هروح معاك تحديدا بقى عن النهارده بطلتنا فيه كان رنيم. ماذا عن رنيم بطله العالم والمصنفه الاولى حتى الان سبعة أشهر على تصنيفها ووجودها في الصدارة، تحب تقول ايه عن رنيم النهاردة؟ بص طبعا رنيم دي إنسانة جادة جدا في شخصيتها وفي أدائها من هي وهي عندها 10 سنين يعني هي وهي ناشئة صغيرة، فهي دي سمات الشخصية بتاعتها إنها تتميز بالجدية والمثابرة والصبر والشجاعة يعني والإصرار، فيها صفات كل اللاعب يعني اللي هو اللي بيلعب لعبة فردية عنيفة زي لعبة سكواش. لعبة سكواش عايزة مجهود كبير، عايزة تركيز عالي، عايزة لياقة بدنية عالية، لكن يعني مش عنيفة قوي عشان البنات اللي بيسمعونا ما يفكروش ان فيها عنف يعني احتكاكي قوي يعني. لا 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 انا ما قلتش عنيفة، قلت انها لعبة عايزة تركيز عالي وعايزة إصرار من اللاعب ان هو يكسب. صحيح. ده موضوع مهم جدا في لعبة السكواش. اللي هي تبان مبكرا كمان في ان هي بتحصل على الالقاب وهي في الناشئين، ده بيبان ان ده نموذج مصغر لبطل مستقبلي. هل الاتحاد بيبقى له دور في ان هو يركز ويعمل فوكس مع لاعبه زي رنيم من البدايه لما بشوفها بطله في مرحله الناشئين؟ الاتحاد بدوره بيكون بيبص على اللاعبين كلهم وبيعمل المسابقات المحليه، ومن المسابقات المحليه بيتم انتقاء اللاعبين اللي هم ان احنا شايفينهم اللي هم ممكن يكونوا ابطال. نديهم التدعيم بقى اللازم من الاحتكاك والسفر والاشتراك في البطولات العالميه علشان يقدروا ياخدوا على الاجواء الخارجيه ويقدروا يعتمدوا على نفسهم. يعني تخلي بالك احنا عندنا الناشئين وهم صغيرين احيانا بيسافروا لوحدهم مش مع اولياء امورهم. فده موضوع برضو بيدي
اعتماد على نفسه، بيدي مسؤوليه كبيره، وبيخلي فيه نوع من انواع الاستمراريه في تحمل المسؤوليه، بناء الشخصيه، وتحقيق النتائج. وتحقيق النتائج وبناء الشخصيه. بالظبط. تمام. النهارده نيكم عندها مباراه بتلعبها رنيم حاليا؟ ايوه، النهارده عندها مباراه نهائيه مع كميل سيرم، فرنسيه، بنت برضو شاطره وهايله وترتيبها كويس جدا، وبنت يعني فنياتها عاليه. اعتقد انها يعني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعني باذن الله يبقى ماتش كويس. انا ما بقدرش اتكلم عن النتائج قبل الماتش قد ما انا بقول ان شاء الله احنا موفقين يعني. أكيد ان شاء الله اكيد اكيد يعني هتعمل يعني رنيم هتعمل ماتش كويس ان شاء الله ان شاء الله، ويكون هي صاحبه اللقب اليوم. بشكرك كابتن عاصم خليفه، صانع الابطال والنجوم والانجازات للاتحاد المصري لكليه الاسكواش. بشكرك شكرا جزيلا، كنت معانا عبر الهاتف.